الواقع بأنه الشيخ الأكبر من أهم تلامذته الذين نشروا أفكار محيي الدين هو صدر الدين القونوي. صدر الدين القونوي كما تعلمون هو بالإضافة إلى ارتباطه العلمي بالشيخ له ارتباط ماذا؟ أنه ربيب الشيخ أيضا، لأنه تزوج أم صدر الدين القونوي. فسم لماذا له حديث في محله مفصل ذكره. صدر الدين القونوي في الواقع له إنجازات مهمة، من أهم إنجازاته أنه استطاع أن يفسر ويوضح ويعطي رؤية كاملة عن مباني الشيخ الأكبر. يعني أنت عندما تراجع الفصوص، عندما تراجع الفتوحات، تجد أفكار محيي الدين متناثرة لا يربطها نظم واحد وناظم واحد. نظمها كان على يد من؟ على يد صدر الدين القونوي، وخصوصا في بعض هذه الكتابات التي سأشير إليها. صدر الدين القونوي له عدة كتابات مهمة. الكتاب الأول كتاب مفتاح الغيب. مفتاح الغيب من الكتب الدرسية اللي عادة يقرأ بعد كتاب ماذا؟ يقرأ بعد كتاب فصوص الحكم. وهذا الكتاب على طوله وعرضه تعرض لأفضل ما يمكن عن نظرية الإنسان الكامل. يعني واقعا التفريعات كيف إذا صح التمثيل في مسألة الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول في أول كتاب النهاية ماذا يقول الشيخ هناك؟ يقول بأنه اتهمنا أنه لا يوجد عندنا اجتهاد وتفريعات، فأنا كتبت هذا الكتاب حتى أثبت ماذا؟ أن التشيع مو فقط قائم على الروايات، وإنما فيه اجتهاد وتفريع. واقعا أن صدر الدين القونوي في كتاب مفتاح الغيب وشرح ذلك اللي هو مصباح الأنس، واقعا حاول أن يفرع الفروع على الأصول المرتبطة بنظرية الإنسان الكامل. فما من مسألة من مسائل الإنسان الكامل إلا أنت وتجدها أين؟ في هذا الكتاب. لذا واقعا الإخوة الذين يريدون البحث عن مسألة الإنسان الكامل بشكل جيد ودقيق، ويقفون على دقائق نظرية الإمامة التي نعتقدها، لا طريق لهم إلا بأن يقفوا على ماذا؟ على كتاب مفتاح الغيب ومصباح الأنس وشرح له كما هو واضح. كما أنه في الأصول أنتم عندما تأتون إلى بعض الكتب تقولون هذه الكتب أصلية، الإنسان إذا لم يقف عليها يستطيع أن يقف على حقيقة علم الأصول أو لا يستطيع؟ كذلك في هذه المجالات. أما كتب هذا الرجل فهي مفتاح الغيب اللي تبين نظرية الإنسان الكامل، وكتاب النصوص، كتاب النصوص عنده اللي هي خلاصة أمهات مطالب صدر الدين القونوي، وكتاب الفكوك اللي هي توضيح مغلقات الفصوص اللي سماها الفكوك، فك 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 يعني المغلقات الموجودة. وعنده كتاب النفحات اللي هي مشاهداته العرفانية، وعند كتاب شرح الفاتحة اللي هو إعجاز البيان. هذه أهم كتب صدر الدين القونوي. أما أهم تلامذته، واقعا أهم تلامذة صدر الدين القونوي هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين انتشر العلم من بعدهم. أنا عندما أتسلسل حتى أصل إلى ماذا؟ حتى أصل إلى صائن الدين ابن تركة وأبو حامد ابن تركة، حتى تعرفون بأنه دنقرأ هذا الكتاب بكم واسطة نصل فيها إلى ماذا؟ إلى صاحب ومؤسس ذلك العلم. كذا أربعة وسائط أو خمس وسائط نصل إلى ماذا؟ نصل أن هؤلاء عندما كتبوا أو درسوا أو درسوا أخذوا العلم مو من الكتاب، وإنما أخذوه ماذا؟ من صدور الرجال، من صدور العلماء إلى أن كتب ووصل إلينا. أما تلامذته فهم كالتالي: مؤيد الدين الجندي اللي عنده شرح خصوص جيد ومهم جدا على الخصوص، وعندنا سعيد الدين الفرغاني، وعندنا فخر الدين العراقي. هسه أنا ما أدري هذا العراقي يعني من العراق أو من أراك، اللي في الأعم الأغلب عادة كان يسمى عراق العجم مثل آية الله العظمى العراقي، ومن الواضح بأنه هذا هو مو عراقي بمعنى بلد العراق، وإنما مراد ماذا؟ ها أراكي. هؤلاء
كان أراد تسمى عراق العجم على أي الأحوال. عفيف الدين التلمساني شارح كتاب ماذا؟ منازل السائرين، اللي هو من أهم الشروح على منازل السائرين. هذا كله في القرن السادس والسابع الهجري، إلى أن ننتهي إلى القرن الثامن الهجري.